صباح الخير، ويا رب تكونوا كلكم في أحسن صحة وحال. كبسولة النهاردة عن النزلات المعوية الفيروسية. مش معقول يا جماعة العالم كله عنده تسمم غذائي. مئات بل آلاف الحالات بتظهر في العيادات في الفترة دي، وجايين يشتكوا من إسهال أو ترجيع ومعاه سخونة قد تكون عالية جدا وقد تكون بسيطة، وقد يكون مجرد غثيان وألم في البطن وتكسير في الجسم وسخونة. رحنا أماكن يا جماعة أو يا دكتور قالوا لنا ده تسمم غذائي، خاصة إن معظم الحالات بيبقى العيلة كلها معاها النزلة وبيشكوا في الوجبة الأخيرة اللي كلوها. ولكن إذا بصينا حوالينا هنلاقي الناس غالبيتها عندها النزلة المعوية الفيروسية. مش معقول الناس كلها عندها تسمم غذائي. بنحاول نفهم الناس إن الموضوع عبارة عن نزلة معوية فيروسية ناتجة عن تغيير الجو والفصول، وسببها فيروسي في الأساس، ولكن بتدي أعراض زي النزلات المعوية البكتيرية أو شبيهة بيها، والإنسان بيشك في الوجبة الأخيرة اللي كلها. ولو بصينا هنلاقي الوجبة الأخيرة اللي كلها بقالها ساعة أو ساعتين أو ثلاثة وبعد كده ظهرت الأعراض، فدوت بينفي النزلات المعوية البكتيرية أو التسمم الغذائي زي السلمونيلا أو غيره، نتيجة إن مفيش فترة حضانة يا جماعة. الناس في البيت أو في المطعم بيتنفسوا نفس الهواء، الناس كلها بتتنفس نفس الهواء بس ما بياكلوش نفس الأكل. عشان كده حبيت أوضح في كبسولة النهاردة إن النزلة المعوية الفيروسية مش تسمم غذائي يا جماعة، ولكن بتدي أعراض شبيهة. عشان نتعامل معاها هنتعامل معاها طبقا للأعراض، وفي معظم الحالات الإنسان بيشفى في خلال 24 ل 48 ساعة من الأعراض الحادة، إذا كانت سخونة أو إسهال أو ترجيع. ولكن لازم نشيل فكرة التسمم الغذائي، لأن زي ما بكرر الناس ما بياكلوش نفس الأكل، وكتير عندهم الحالة دي الأيام دي. طيب هندي مضادات للمغص، مضادات للإسهال، مضادات للترجيع، مضادات للسخونة، مطهرات للبطن والأمعاء. هل علاج التسمم الغذائي بيفرق كتير عن خطة العلاج دي؟ لا. يعني بقول للناس مفيش داعي تعمل تحليل عشان نزلة معوية فيروسية، ولكن إذا لم تستجب للعلاج في خلال من 24 ل 48 ساعة هنعمل تحاليل للبراز أو تحاليل الدم للتيفود، السلمونيلا، الأمراض البكتيرية أو الغير بكتيرية المعدية اللي ممكن تسبب نفس الأعراض. يبقى بندي علاجات شبيهة أو قد تكون مثل تماما علاج التسمم الغذائي، لأن في مضادات حيوية بتتاخد في معظم الأحوال وفي مضادات للأعراض. والأهم من ده كله، سواء في النزلات المعوية الفيروسية أو النزلات المعوية البكتيرية أو التسمم الغذائي، هو تعويض السوائل عن طريق محاليل وغذاء وسوائل، والبعد عن التيارات الهواء الباردة، وأكل يتناسب مع الظروف، أكل خفيف، شوربة، زبادي، بطاطس مسلوقة، أكل خفيف تماما. وفي معظم الأحوال مناعة الإنسان بتتغلب على المرض في أسرع وقت. يبقى إن أنا أقول إن إحنا بندي المضادات الحيوية في معظم الحالات عشان الوقاية من الالتهاب البكتيري الثانوي اللي ممكن يجي على الالتهاب الفيروسي. حبيت أوضح الفرق ما بين النزلة المعوية الفيروسية والتسمم الغذائي، وبتمنى لكم كلكم الصحة والسعادة، وأشوفكم على خير في كبسولة جديدة. سلام عليكم.